البنت في مصر ما بتتولدش بنت، لا بتتولد عروسة، يعني وهي في اللفة جدتها بتقرر إنها هتاخد ابن عمها. المجتمع بيخاف قطر الجواز يفوت بناتهم وولادهم، فبيحاولوا يركبوهم بدري بدري، وده اسمه زواج الأطفال. زواج الأطفال أقل من 18 سنة عادة خطيرة جداً. 18 سنة يعني البنات والولاد يكملوا تعليم، جسمهم ينضج كده وشخصيتهم تتكون. ما ينفعش تجبر حد على الجواز، حتى لو بتسألهم رأيهم في شريك حياتهم، هم لسه صغيرين على اتخاذ قرار مصيري زي ده. البنت بالذات اوعى تكون فاكر انك بتحميها لما تجوزها بدري. اجبار البنات الصغيرة على الجواز بيجيب لهم صدمة عصبية نتيجة الإكراه على ممارسة العلاقات الزوجية، وممكن كمان يتعرضوا لعنف منزلي، غير ان جسم الطفلة ما بيكونش مستعد للحمل ولا الولادة، فبتعرض حياتها للخطر. ممكن يجي لها تسمم حمل، أنيميا، أو تولد طفل ناقص النمو. وعلى فكرة جواز الأطفال اللي أصغر من 18 سنة غير قانوني، فلازم يكون ليك دور فعال في مكافحة الظاهرة دي. ولو سمعت إن في طفل أو طفلة بيتجوزوا، كلم خط المشورة الأسرية التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة 1-6-0-2-1. ولو حد جه قالك اتجوزي للقطر يفوتك، قولي له زي ما سعاد حسني قالت: أنا لسه صغيرة.